بالرغم من إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم موسكو والنفي القاطع لمسؤولين أوكرانيين لأي دور لكييف في الواقعة، إلا أن المؤشرات تقول إن روسيا تتعقب صلة أوكرانية محتملة بالحادث. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن اعتقال 4 مسلحين مشتبه بتنفيذهم الهجوم الإرهابي في قاعة الحفلات قرب موسكو أثناء توجههم إلى الحدود الأوكرانية، وأنهم على صلة بأشخاص في كييف، متواعداً بتعقب المسؤولين عن الهجوم ومعاقبتهم. الرد الأوكراني جاء سريعاً على لسان المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية أندريو سوف، الذي أكد أن كييف لم تشترك في هجوم كوراكوس وأنها تدافع عن سيادتها وتقاتل الجيش الروسي وأهدافه العسكرية لا المدنيين. أصابع الاتهام لم تقف عند أوكرانيا، بل خططها إلى أن وصلت إلى طاجكستان، بعدما أكد عضو في مجلس النواب الروسي أن السلطات عثرت على مسدس وخزانة بندقية هجومية وجوازات سفر من طاجكستان في سيارة المهاجمين بعد اعتقالهم. أحد المشتبه فيهم ظهر في مقطع مصور أثناء خضوعه للاستجواب من قبل السلطات الروسية، وأكد أنه تلقى تعليمات من أشخاص مجهولين عبر تطبيق تيليجرام لتنفيذ الهجوم مقابل المال. الهجوم الدامي دفع ساكن الكريملين إلى عقد محادثات عاجلة مع زعماء بيلاروسيا وأوزبكستان وكازاخستان، أكد فيها جميع الزعماء اعتزامهم التعاون في مكافحة الإرهاب.